أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القرآن المكتوب بلغة برايل للمكفوفين له حكم المصحف؟ لا لا، ليس له حكم المصحف، هذا ليس له حكم المصحف، لأنه لم يكتب بالحروف العربية التي نزل بها القرآن، وإنما هو وسيلة إلى قراءة القرآن، وسيلة، وليس هو المصحف الذي فيه الحروف المنزلة باللغة العربية، إنما هو وسيلة للتعليم، من وسائل التعليم، لا يأخذ أحكام المصحف. نعم.